ملوش لازمه باللي تفكر فيه. انت عايز 3 4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجه وتشد اجزاء. واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليك. لو كنت متخيل ان هسيبك تدخل بيتي وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي اهون من ان حاجه زي دي تحصل لي. اعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاتنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح ده هتدفع ثمنه غالي قوي. زي ما هتدفع ثمن كل جرايمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرات اللي دخلت بيتك. بس انت ما سبتنيش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقة بعينيك. حقيقة اللي بتتكلم عنها يا سليم؟ أنا لسه راجع دلوقتي من الغرزة اللي أنت قتلت فيها تايسون. لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد. اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. أنا فعلا رحت الغرزة. بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوة نظرية المؤامرة دي. العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، إذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمة. شوف لك سكة تانية. ما تفكر معايا صلاح بيه. وانا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش، انا اسال. انت ليه قتلته؟ انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب اقول لك ايه يا صلاح بيه، تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده. في ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه. كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود. وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على ان هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه. انا مش فاهم انت ليه بصورة طلعني شيطان. لانك فعلا شيطان الحكايه دي. ماشي يا سيدي انا شيطان. بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هم الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا. لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه. وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي، ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على اسمه. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريدة، صح؟ أنا مش مصدق إن هو ده اللي شغلك وحبل مشنقة ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك أول ورقة جبته منين؟ تقدر تجيب إذن النيابة وتجيب زيه. على فكرة تلاقيه هو هو بالظبط. طيب ما هي سهلة أهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوة وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. أنا مش هاجي تحت إيديكوا تاني. أنا اديتك أول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي أقشر معاك القهوة. وآسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. خلينا نفهم ايه اللي حصل. مين قال بس يا حاج ان اللي قتلته انت فاكرني عشمان ولا ايه؟ امال مات ازاي يا زناتي؟ اقدر يا متر،
انا اعترض على قضاء ربنا كمان. يعني ايه؟ مات باسم قلبيه وحط امك؟ انت مش تسأل انه اتقتل؟ اتقتل يا حاج، بس ورحمه امي ما مديت ايدي عليه، انا مديت دماغي بس. ما بطل الحركتين بتوعك دول يالا وتخلصنا. ايه وليه؟ ليه ما يعمل علينا حواديت؟ ما هو واطي وتمكن، لازم يلعب بينا. شكرا يا حاج، انا برضو حاج، ده انا حبيبك. خلص يا زناتي خلص. مفيش، من يومين كده كان عندنا كبسه محترمه في المنطقه مسكنا فيها ابن المعلم شحت دبور بتاع الجياره. كان جاي يسلم بضاعه لعيال في المنطقه ومنهم تايسو، وزي ما تقول كده ابن المعلم شحت ده بقى اصغر عياله. الحيله يعني. ما تخلص يا انت هتحكي حواديت. المهم بقى محسوبك بقى هو اللي كان جاب الاخبارين الواد نزل المنطقه. الشهاده اللي انا ما كانش في دماغي حاجه، انا كل اللي كنت عايز اعمله ان اعمل نمره حلوه كده بعد الغلوشه اللي عملها سليم الله يكحمه مطرح ما راح. ما هم طولك يا روح. في يا حاج مالك يا حاج، ما تطول بالك امال، بقيت حماك كده ليه طول عمرك بالك طويل. المهم لما تايسون قال لعقله رحت مسرب للمعلم شحته ان هو اللي مسلم ابنه. الراجل يا ولد اتجنن، لان ابنه لابس قضيه ايه مزيكا اقل ما فيها 10 سنين. يعني شحته الدبور هو اللي معذور؟ ما الراجل يا ولد قلبه محروق على ابنه من ناحيه، ومن الناحيه التانيه اتهزق في السوق. يعني لو ما عملش نمره زي دي مش هيعرف يرفع عينه في حد تاني ولا يشتغل الشغلانه دي من اساسه. قام المعلم شحته بعت رجالته ذبحوا تايسو عشان يشفي غليله، بس احنا مالناش فيه. ربك يعمل ايه؟ يروح باعت سليم ورا تايسو فيلبس هو التهمه ويغرز اكتر ما هو غارز. ربك بالمنكسرين جابر. الشياطين ليه بس يا عم الحاج؟ الحق عليا ان ريحتك من الواد، وكمان غرست لك سليم اكتر ما هو غارز، ورحمتك من نص مليون جنيه اللي كان هيلفهم في كرشه. الا بالحق يا حاج، جبت لي الفلوس اللي اتفقنا عليها ولا لا؟ ادخل هات لي قهوه. مساء الخير يا باشا. اهلا وليد. ايه ده؟ ده التقرير بتاع شركه المحمول؟ يا فندم، سعادتك مش عارف انا تعبت قد ايه عشان اجيبه لك بالسرعه دي. مش ناوي يا فندم سعادتك تقول لي ايه علاقه الورق ده بالقضيه؟ حلوه قوي، الورق مطابق تماما. نعم يا فندم. قول لي يا وليد، تعرف لطفي والمجد ده ساكن فين؟ تفتكر يا سليم بصلاح باشا ده هيصدق كلامك؟ والله انا عملت اللي عليا وحطيته على الطريق، مش هفضل بعد مستنيه، انا هفضل مكمل زي ما انا. طب نكمل فين سعادتك؟ احنا لسه واقعين في المصيبه بتاعه تايسون اللي مات ده. قول له النبي استحوذه، ده انا اعصابي بايظه لحد دلوقتي. ما لازم افضل وراهم لحد ما اوصل لحاجه. تايسون مات في 60 داهي، بس لسه في اللي عايش اللي نلعب معاه. تقصد سعادتك زناتي؟ زناتي ده شطان، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. لكن في رفاعي، الواد ده خفيف وممكن نطلع منه بحاجة. هام استنى انت يا هام. حاضر يا اخويا. معلش يا باشا استأذنك، يعني ممكن تتدار عقبال ما اشوف مين على الباب بعد اذنك. يعني هام اسعد. والله يا حماد ما انا عارف اخرتها ايه مع ابن الصرمه ده. يا سيدي رميت له الفلوس اللي كان عايزها حرب ونار في جتته. لا لا لسه لسه ده لسه عايز نص مليون جنيه كمان. نعم طبعا انت خسران حاجه وانا اللي بكوع. لا والله يا حماد والله ابتديت اقلق، الوحله زادت حواليا والدم كتر قوي. طب سلام سلام هكلمك تاني. ادخل. في ايه يا ابو زليخس؟ ابو عوز يا حاج، في ظابط عايزك بره. ظابط؟ ظابط مين ده وعايز ايه؟ مساء الخير يا حاج لطفي. صلاح التوخي للتفتيش. عمر يا حبيبي. ايه يا عمنا انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، انت عامل ايه؟ اصل كنت معدي في الحته كده قلت اطلع اسلم على عمي وعم عيالي. حبيبي تنور، يا اهلا وسهلا بيك. ربنا يخليك. بقالي فترة ما شفتكش، من ساعة ما رحت أنا وأنت للظابط صاحبك ده اللي طلع قتل وقتلة. ده كان هيبقى حتة مغرز. مغرز سعيد. لا 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 مفيش حاجة يا سيدي، لا لا ده بقول لك على حاجة، إحنا ننزل بقى نتكل على الله نتغدى كده وناكل لقمة. لا نتغدى إيه؟ لا لسه نشرب حاجة الأول، يعني نشرب حاجة وبعد كده نتغدى. لا لا يا راجل مهمك تشرب إيه، ده إحنا ننزل نتغدى في أحلى حتة يا عم. والله مرضى أكلفك يا عم، ده كلام يا جدع. استنى بس. أنا غريب يا عم هودة، والله ما ينفع الكلام ده. ما قلتليش يا حاج لطفي، أنت إيه رأيك في الكلام اللي اتقال؟ تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم تتكلم قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ صحيح عندك حق.
نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنه وقت وقوع الحادث، مع ان تقرير شركه الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهره وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنه بعد الحادثه تقريبا بساعتين. على فكره انت عندك فكره يا حاج ان الشهاده الزور جنايه؟ حد الله حد الله يا باشا، بينا وبين الشهاده الزور. امال الريشه اللي راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنه كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحته هنا يبقى عايز يجاملنا، الا اني عايز اسال سعادتك سؤال صغير كده، مين اللي قال لسعادتك ان في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي، التقرير بتاع شركه الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول ان المحمول هو اللي كان هنا، ما قالش ان الواد هو اللي كان هنا. يعني ايه مش فاهم؟ الحكاية وما فيها ان الواد ابني ضيع المحمول بتاعه، عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش، الجين ده كله كده يا باشا. الواد ابني بدأ ده يزيد عن جيله ان امه مدلعها على الاخر، لانه ولد وحيد على بنات. يعني هو سعادتك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى يا باشا. ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟ قومنا واحد بعربية مخصوص ودى الموبايل للولد لغاية العين السخنة. ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقة واحدة من غير الهباب ده، ايش نت وايش شات وايش واتساب، عيال بايظة بعيد عنك. يعني انت الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقينا ازاي. صحيح. ازاي؟ الواد زناتي، زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته، واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام، الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده، الا انه زنان زن النحله، قاعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمود. شفت ساعتها بقى الحكايه بسيطه وسهله ازاي؟ لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من اللي ساعتها قلتها. بس الحقيقه يا باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعك وهربان وشاغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحقق عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك اهي زي الشمس. اسره، في حاجه تانيه يا باشا